افضل انه العائله تكون بعيد جدا عن الشهره والامور الشخصيه اللي في الحياه وزي كذا، يعني شخصيتي انا نفسها. بس الجزء اللي ما ابغى اظهره في حياتي الشخصيه وجهي. طبعا حياتي العائليه والاسريه افضل انها تكون خاصه. في الاشياء الخاصه انجازاتي امور الخاصه، مو كل شيء، يعني مو زي اي مشهور كل شيء بيبينه في السوشيال ميديا. السوشيال ميديا ببعده عن اموري الشخصيه. الخصوصيات الاسره ما في احد يعني يكون يعني عنده شويه نظره ثاقبه ويخلي اسرته مفتوحه على العالم، لازم يكون في خصوصيه حتى من الاقربين، العائله القريبه منك، عمه خاله، لا المفروض يعني محيط الاسره ما يطلع عليه اي احد. الجزء الوحيد من حياتي بفضل اللي يكون خصوصيه حياتي، يعني الحياه الخاصه بيني وبين اهلي، مثلا بيني وبين اهلي، بيني وبين اصحابي، هذا ما انشره. اكون مشهور في مجال معين. هي حياتي الخاصه، حياتي الزوجيه، حياتي الخاصه، حياتي داخل البيت، هي هذا المستحيل اني اكشفها. طبعا خصوصيه، طبعا الخصوصيات، وما ابغى اي احد يشوفها او يعرف عنها اي حاجه. اللي هو حياتي الشخصيه والاشياء اللي اسويها بعيد عن السوشيال ميديا. اهلي برا الكاميرا، انا لحالي مشهور، انا اللي اكون جوا الكاميرا، برا الكاميرا ما حطلع اهلي. اسرار بيتي، محيط بيتي هو اكثر شيء اللي انا حكون ممتنعه اني انا اعرضه، او انه انا مثلا يعني اعرض اولادي او زوجي او حتى انا كنفسي في يعني اسرار بيتي، يعني حبعد بيتي تماما عن هذا الموضوع يعني.